ممكن تشاركنا قصة نجاحك من بداياتك حتى اليوم؟ اسمي سند، عمري 28 سنة. من أنا وصغير بحب أني أشتغل بإيدي، وكنت أضل ساعات وأنا بحفر على الخشب وأرسم تصاميم خاصة مثل المطابخ وغرف النوم، وكنت أحلم بس أكبر يكون عندي مشغلي الخاص. بعد ما خلصت مدرسة ما قدرت أدخل جامعة لأسباب كتيرة زي كتير من هالشباب. اشتغلت أكتر من شغلة عشان أصرف على حالي وأساعد أهلي، بس لأنه ما عندي المهارة ومش متدرب ما قدرت أتطور في الشغل وما كان في استمرارية. وبيوم سمعت عن مراكز بتعلم وبتدرب الشباب على مهن مختلفة، زرتهم ولقيت عندهم كتير من المهن اللي ممكن أتعلمها، والميزة فيها إنه كلها مطلوبة في سوق العمل وما بتنتهي. سجلت معهم في تخصص نجارة. بلشت بالتعليم النظري وكانوا المدربين محترفين وعارفين شو لازم نتعلم. علمونا كيف نستخدم الكمبيوتر وبرامج الرسم المتطورة اللي ساعدتنا نبدع ونطبق الأفكار والتصاميم اللي ببالنا. وبعد النظري بعتوني أتدرب عملي، وأنا بتدرب حسيت إني بعرف معظم الواجبات المطلوبة مني في الشغل، لأنه التدريب اللي حصلت عليه كان شامل. وبعد ما خلصت التدريب العملي المدير انبسط من شغلي. اشتغلت عندهم حوالي 6 سنوات، وخلال هالفترة زادت خبرتي وتطورت في الشغل، وصارت ثقتي بنفسي أكبر، وخاصة لما ترقيت وصرت مدير قسم وطبيعي إنه يزيد راتبي. وهلأ صار لي 2 سنين عندي منجرتي الخاصة، مجهز بأحدث الآلات وفي قسم خاص للتصميم، وبهيك صرت أقدر أخذ مشاريع كبيرة وخياراتي صارت أكتر. شو النصيحة اللي حاب تحكيها للشباب؟ بنصح الكل إنهم يعرفوا واجباتهم وحقوقهم بالعمل والصحة والسلام المهنية، وإذا صار عندهم أي مشاكل يحكوا مع وزارة العمل على الخط الساخن، ورح يرد عليهم مختصين ليساعدوهم ويضمنوا لهم بيئة عمل لائقة. لمزيد من المعلومات مراجعة مديريات العمل والتشغيل التابعة لوزارة العمل أو مراكز التشغيل التابعة لمنظمة العمل الدولية.